مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا أينما كنتم من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي نقطة مباشرة جديدة بعد غياب الحقيقة منعونا كما تعرفوا من البث المباشر والبث الحي من الصفحة، كل ما ندخلوا معناش حق ان نبثوا على المباشر، لكن الحمد لله اخيرا تسنى لنا البث الحي في الاخر باش نحكيو مع بعضنا. ربما مطولة النقطة هذه باش نحكيو ربما 20 او 25 دقيقة في ثلاثة او اربعة مواضيع كانت قد هزت الرأي العام في الاونة الاخيرة. نعرف برشا من الناس يبعثوا لي في المساجات بريفي على الصفحه، اش بيكم عاش تطلعوا على المباشر. حاولنا الله غالب المره اللي فاتت بثينا فيديو على اليوتيوب وهبطنا لكم اليوم بما انه ما تسنناش البث على المباشر، كيف كيف نجيو نهبطوا فيديو ما نجموش. اليوم باش نجمنا نتحصلوا على امكانيه البث الحي به. اليوم باش نحكيو كما قلت لكم في ثلاثه او اربع مواضيع اكيد وانه كل الشعب التونسي تابعها وله راي فيها طبعا، وفما لما زال موش فاهم، وفما لما زال فما امبيغويتي كبيره، وفما لما زال معناتها ماهوش عارف البلاد وين ماشيه. انا كي العاده النقاط على الحروف باش نحطوهم مع بعضنا، ولا عنده اي تفاعلات والا اي تساؤلات مرحبا بكم، نقراو تعليقاتكم ونحاولوا نجاوبوا على المباشر قدر المستطاع، ولا ما نجمناش نجاوبوا عليه نعاودوا نجاوبوا عليه في البث المباشر القادم ان شاء الله. مرحبا بكم، يعيشك محمد بن برك، مرحبا بكل كما قلت متابعينا خاصه من خارج ارض الوطن كما اللي يتبعوا فينا توا ويكتبونا في تعليقات. دونك نبداو بالموضوع الاول كما في الديسكريبسيون بتاع اللايف هذا، هو موضوع الحملة التفسيرية. شفنا في الآونة الأخيرة عديد الوجوه اللي طلعت عندها خطاب معين، اللي هو خطاب ربما أقرب ما يكون أنه خطاب إقصائي، خطاب استبدادي. هذوما اللي يحكيوا على الاستبداد ونبذهم للاستبداد، هنا باش نحكيوا كيفاش وباش نوريكم طبعا كل شيء بالحجة والدليل، ما نتكلموش عن فراغ. هنا باش نوريكم لي ستاتيو نتاعهم وشنو مواقفهم وشنو يقولوا بأسمائهم وبألقابهم إلى آخره. الحملة التفسيرية هذه حكيت عليها منذ 10 أيام، عملت فيديو لايف اللي هو ما خلوناش نعملوه لايف، فيديو على اليوتيوب هبطته، حكيت على واحد من الحملة التفسيرية اللي طلع في شمس فام، ولا يمتهنوا اتهام المعارضين السياسيين، نحكي المعارضين الحقيقيين اللي هو متمثل المعارضة في الحزب الدستوري الحر حاليا، بكونهم يرشيو في العباد، بكونهم سمعتوه هذاك تقريبا تابعتوه معايا. انا باش نمشيو لوجه اخر توا من الحملة التفسيرية، اللي يتسمى اللي يسميوه احمد شفتر او المسمى احمد شفتر. تبعته الحقيقة ودخلت البروفيل وسمعته يتكلم في قداش من بلاتو، دخلت البروفيل وقلت خلينا نشوف هذا البروفيل اوفيسيال نتاعو، تنجموا تحلوه معايا توا وتتابعوه، خلينا نشوف نوعية الخطاب، خلينا نحاول ما دامها اسمها حملة تفسيرية، يعني هو يطلع بدور التفسير لبرنامج ما يسمى ببرنامج رئيس الجمهورية وهو ما فماش برنامج في الواقع، هات خلينا نشوفوا شنو التوجهات نتاعهم، شنو هي الايديولوجي نتاعهم، شنو هي آرائهم، شنو هي مواقفهم. دونك عملت لكم كيلكو كابتور ديكرون، انا باش نتبعوهم مع بعضنا هنا، ما نعرفش تطلع لكم الكتيبه مقلوبه ولا مش مقلوبه. حاسيلو البروفيل اوفيسيال نتاع احمد شفتر، بديت نتبع. دونك اسمعوا توا توا فيما يتعلق بالاستشاره الوطنيه او المنصات الالكترونيه اللي اتعملت، اللي حكيتها فارغه قلت لكم قبل وعملت عليها قداش من فيديو مباشره. دونك شو يقول سي احمد شفتر؟ يقول الاستشاره الوطنيه هي حلقه في سلسله مسار استرجاع ابناء الجهات لمسارهم الثوري. ساند الاستاذ الرئيس في مقاومته لمنظومة العصابات التي تراهن على فشلها، معناها إلا هو ضد هالمنصات الإلكترونية والاستشارة أو عنده موقف مغاير لموقف رئيس الجمهورية أو لتمشي رئيس الجمهورية أو للمنصات هذه بصفة عامة. دونك يتسمى هو من منظومة عصابات، معناها الاختلاف، حق الاختلاف حتى في وجهات النظر يعني ممنوع بالنسبة للناس هذوما متاع حملة الحملة التفسيرية متاع قيس سعيد. دونك نمشيو للستاتيو اللي بعده، ها هو ستاتيو هذاك بروفيل احمد شفتر. دونك يقول لك لابد ان تتحرك الماكينه الشعبيه داخل المحليات من اجل انجاح المنصه الاستشاريه. العصابات تراهن كثيرا على فشل التمشي القاعدي. دونك اي حد ضد التمشي القاعدي او البناء القاعدي لو حكايه فارغه وتافهه، يتسمى عندهم هما عند جماعه الحمله التفسيريه يتسمى عصابات تراهن كثيرا على فشل التمشي القاعدي. نمشيو للي بعده، يقول لك بكل وضوح، شوفوا معايا ستاتيو يقول لك بكل وضوح اللي الى كل من لا يسعى الى انجاح الاستشاره الالكترونيه فهو يصطف موضوعيا مع اعداء الشعب. اللحظه فاصله في تاريخ الوطن، توا تدرجنا ما عادش عصابات اللي هما ضد الاستشاره الالكترونيه، توا ولينا اعداء الشعب. باه ما نعرفش اسكو الناس هذيا هو خاطر ما فماش تنصل من الخطاب هذايا من طرف رئيس الجمهوريه،
دونك الناس هذيا تيوريك ما هي الحملة التفسيرية بالحق نتاعو. والسؤال لا يطرح لهنا، شنو اللي يتسمى حملة تفسيرية؟ اسكو عندهم معناها لا ليجيتيميتي، اسكو عندهم الشرعية نتاع انهم يخرجوا يتكلموا باسم رئيس الجمهورية ولا لا؟ اسكو هما لو بورت بارول ريال نتاع رئيس الجمهورية وبرنامجه ولا لا؟ دونك هنا ما شفنا حتى موقف واضح من طرف رئيس الجمهورية. دونك الناس هذوما كيف يخرجوا في وسائل إعلام رسمية ويتكلموا، سواء معناها إعلام عمومي أو إعلام خاص، دونك بالنسبة للشعب التونسي وبالنسبة للمتلقي هذوما يمثلوا رئيس الجمهورية، وهذا خطير وخطير جدا. معناها ولينا نقسموا في الشعب التونسي، إلا ماهوش مع الاستشارة أو المنصة الإلكترونية إذا فهو من أعداء الشعب ضربة واحدة. هذا يعتبر تحريض ضمني وتأليب معناها للشعب على الشعب التونسي، معناها بعضه على بعض. دونك واضحة العملية، ستاتيو واضح والكلام ما أوضحش منه. نتعداو للي بعده. باهي تو باش تعرفوا اللي هو معناها معيز ولو طارو كما يقول المثل الشعبي. قال لك في غياب المعايير الموضوعية، هذه مش في علاقة بالمنصات الإلكترونية. قال لك في غياب المعايير الموضوعية لاختيار أحرار الدولة، إمكانية الخطأ تبقى واردة جدا. نقطتين، نادي عكاشة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. القصة أعمق بكثير رغم أن الوضع استثناء. معناها نادي عكاشة اللي كانت البرادروا نتاع الرئيس الجمهوري، ولا المستحيلات العشرة تعملوا باش نادي عكاشة ما تتمشش وقت الحملة الكبيرة الشعواء اللي جنوها ضدها الإخوانجي. توا نادي عكاشة بالنسبة لأحمد شفتر هذا وبالنسبة للحملة التفسيرية اللي يسميوها حملة تفسيرية، دونك هذيك خطأ وغلطة، والخطأ وارد وإحنا في وضع استثناء. به نرجعوا توا لمشروع البناء القاعدي. شوفوا استاتيو هذا احمد شفتر كيف كيف، هذا اللي ولا البورت بارول تاع الحمله التفسيريه. قال لك جل العصابات من اقصاها الى اقصاها تردد مشروع البناء القاعدي يمثل خطرا. بالفعل هو خطر لكن على العصابات ذاتها. اتهام اخر مباشر لفئه كبرى من الشعب التونسي التي لا تؤمن بالترهات هذه نتاع المنصات الاستشاريه الالكترونيه الى اخره والمشاريع التافهه. دونك هذوما بالنسبه لاحمد شفتر والحمله التفسيريه نتاع رئيس الجمهوريه، هذوما يتسماو مشروع معناها يتسماو خطر وعصابات، بكل عصابات من اقصى الى اقصى. تو نمشيو عاد لستاتيو اخر. الحقيقه عجبني برشا باش نجاوب عليه بطريقه طريفه. كيف كيف احمد شفتر قائد الحمله التفسيريه لبرنامج رئيس الجمهوريه يحكي ويعلق على نوايا التصويت الاخيره نتاع زرقوني نتاع سيجما كونسي. شي يقول واحنا طبعا نعرفوا، تو ولينا نعرفوا الشعب التونسي الكل ولا يعرف الزرقوني وسيجما كونسي شكون شركتها نتاع الشيخة موزة نتاع قطر، وشنو هي الجمعيات اللي هي شريكه فيها السيجما كونسي هذه اكسيونير فيها. دونك نعرفوا الخلفيات والماورائيات نتاع لي سونداج اللي يبثوا فيهم، ونعرفوا هما تابعين شكون. والستاتيو هذا نتاع احمد شفتر قائد الحمله التفسيريه لرئيس الجمهوريه يؤكد انه سيجما كونسي تشتغل تحت الطلب. به شو يقول سي احمد شفتر؟ يقول في نوايا التصويت في الرئاسيه بعد الاستاذ الرئيس ب 88%، الثاني 5%، الثالث 1%، الرابع 0.8%، والخامس 0.7%. شوفوا تعليقه توا شنو يقول. يقول المجموع لكلهم 7.5، وهو ثمن 3 روس بصل وقلعه وقرعه، 3 روس بصل وقرعه 7.5. يعني هذوما اللي يحتلوا المراتب اللي بعد المرتبه نتاع رئيس الجمهوريه توا قيس سعيد في الاحصائيات نتاع زرقونيات نتاع سيجما كونسي. هنا تو هو فما اهانه، ولو اني ضد المترشحين معناها العديد من المترشحين اللي جاوا بعد قيس سعيد، لكن فما اهانه كبرى معناها لفئه كبيره من الشعب التونسي. شو معناها المجموع 7.5 هو ثمن 3 روس بسلو وقرعه؟ قبل 3 روس بسلو وقرعه كانوا يتشراو ب 200 فرنك وب 500 فرنك ما يفوتوش. دونك بعد في العهد السعيد نتاع الاخوانجيه وفي العهد الحالي توا كيف كيف نتاع تبييض الاخوانجيه، نعتبروا العهد هذا الحالي هو تبييض للاخوان باش يدخلهم للمحاكم ويخرجهم فرفوري كما قالت يمينه يلمعوا نظاف. دونك في العهد هذايا ما عادش قادرين، صحيح 7500 ربما ثمن 3 روس بسل وقرعه، اما نحب نقول لك زاده يا سي احمد شفتر، الا 7500 اغلى من باكو كريستال وقهوه فيلتر. يظهر لي الميساج وصل. باكو كريستال وقهوه فيلتر وسيجار ولا اللي هو ما يوصلوش 7500. دونك هذا تعليقي على الحمله التفسيريه ودعاه الحمله التفسيريه. يظهر لي الميساج ووصل توا نورمالمون. به توا نحكيو على المصائب اللي قاعده تحصل في تونس. به عديد المصائب الحقيقه، وكل يوم نسمعوا مصيبه جديده، وكل يوم نسمعوا موضوع ما لم نتعود عليه. واول المصائب اللي باش نبدا بها هي الجلسه العامه التي انعقدت او عقدت عن بعد. به
لأجلس عامة لمجلس نواب الشعب إلا هو مجمدة اختصاصاته أو معلقة اختصاصاته كما تعرفوا توانسة الكل. دونك وهذاك علاش احنا نصحنا رئيس الجمهورية قبل ونصحنا السلطة القائمة كلها، قلنا لهم حل المجلس، حلوا يهديكم ربي المجلس، ما تخليوناش في وضع متاع انتهاكات حقوق انسان بالنسبه للخارج، وبالتالي سوف يسهل تدخل الاجنبي في الشان السياسي في تونس، وهذا اللي قاعد يصير داير وهذا اللي باش يصير. دونك قلنا لكم جهر بيحلوه مجلس الخراب هذايا ونمشيو في اتجاه انتخابات تشريعيه سابقه لاوانها، ما حب حتى حد يسمع الكلام، والناس كل عطتنا بظهرها وكاننا نتكلموا معناها هكاك وجناحنا يرد علينا، مش مشكل. هو توا الانعكاسات متاع عدم معناها انكم تخموا مليح قبل ما تاخذوا اي ديسيزيون، هاكم خليتوهم مسيبين، شفتوا شنو ils sont capables de faire. دونك الجلسه اللي اتعملت عندها 3 ايام توا وعقدها رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي اللي هو كما قلت معناه للاسف الشديد هذا يحتل مركز رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، هذا مرشد الاخوان. دونك عمل بالسيف من على الدوله وبالسيف من على السلطه وبالسيف من على الناس الكل، عمل جلسه عامه على المباشر وحضروا له فيها اكثر من 90 نائب منبتح وبثت على القنوات والفضائيات الأجنبية، خلاف إنه بثها على المباشر، بثت على القنوات الأجنبية وأمة لا إله إلا الله تفرجت عليها. يعني شنو 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 معناها هذا؟ معناها الدولة، قولوا بعضكم معناش دولة، فماش هيبة الدولة، ما فماش سيادة الدولة، ما فماش قرارات سيادية، ما فما حد شيء. واستنيت الحقيقة، علاش تكلمت مأخر على الموضوع هذا؟ قعدت نستنى في الأيامات الفارطة في ردة فعل من الدولة، ردة فعل تشرف، تحفظ ماء الوجه، ترجع ثقة المواطن في هياكل الدولة الرسمية، ترجع ثقة المواطن في 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 تونس، تونس تونس العزيزة الغالية اللي كانت كيف فما يتسن قانون ما فماش يتنفذ يطبق مهما كان. معناها تونس إلا انتهكت سيادتها بعد 2011 وزادت توا في 2022 أكثر وأكثر. يعني جلسة باطلة غير قانونية، ما عندها حتى مجلس نواب مسكر مطبل بالجيش، شفتوه الناس كل هذي الكل باش رئيس السلطة القائمة ما يحلش مجلس نواب الشعب، ما نعرفوش علاش، اسكو فما شونتاج، معناها شنو فما، شنو شنو علاش ما تحلش مجلس نواب الشعب؟ قالوا لك القوانين الكل في ايده، السلطات الكل في ايده، علاش ما تحلش؟ وقالوا لكم حل مجلس نواب الشعب كان مطلب شعبي، الشعب التونسي خرج على حل مجلس نواب الشعب. دونك البارح وشكون يحضر فيها منذ 3 ايام الجلسة هذه؟ يحضروا فيها الفارين من العدالة، يحضر فيها اللي ديما نتكلم عليهم متاع ائتلاف التكفير متاع الهمج الجناح المسلح متاع الاخوانجية، راشد الخياري المطلوب للقضاء العسكري، ماهر زيد الا تعرفوا القضايا اللي متلتلة عليه والاحكام اللي عليه اللي هي احكام تهم امن الدولة وتمس من امن الدولة، تعرفوا هذا كله، هذم طلعوا على المباشر. شنو معناها لهنا؟ شنو هي الرسالة اللي وصلت للشعب التونسي؟ وشنية الرسالة اللي وصلت للخارج؟ وشنية الرسالة اللي وصلت للعالم بأسره؟ كون الدولة التونسية بأجهزتها الاستخباراتية وأجهزتها الأمنية اللي استثمرت فيها دولة الاستقلال وهدموها بعد 2011 إلى اليوم غير قادرة أنها تلقي القبض على مجرمين خطيرين فارين من العدالة، فعندهم بطاقة جلب ويطلعوا لو بيغ انهم يطلعوا على المباشر. احنا نعرفوا راهو فما الشرطه الفنيه عندها معناها الياتها وعندها اخصائيينها وباللي ريسيبي نجموا يطلعوا ومنين تكونكتي نجم يجبدوا من الجحر نتاعو. ايه هذا شنو معناها؟ هذا هذا شنو معناها؟ شنو الرساله اللي حبيتوا توصلوها للتوانسه وللعالم؟ شنو اللي حبيتوا توصلوه؟ مانيش قاعدين نتفرجوا عليهم يعملوا يعقدوا في جلسات ويبثوا للعالم اجمع وانا نتفرجوا عليهم ماناش عاملين لهم حتى شيء، او نحن عاجزون على القاء القبض عليهم، او نحن عاجزون على رد فعل يشرف الدولة التونسية. ما عنده حتى تفسير اخر، ما فما حتى كلام اخر لهنا، راهو ينتفي كل الكلام وكل التأويلات. دونك الناس هذوما استنيت الحقيقة 5 ايام توا او 4 ايام ما فما حتى رد فعل من الدولة، ما سمعنا حتى شيء، راهو حتى شيء كي العادة كالاقراص نتاع التخدير وذر رماد على العيون. فما وسائل اعلام منبطحة خدمتها انها تعمل لي في دانونس، انها تعمل ترجع شويه هكا وين تيح الثقه في السلطه القائمه ورئيسها، يرجعوا شويه الحكم على الغنوشي ب 10 ملايين في خطيه ندرى شنو معناها، وهو مش ما يقولكش في خطيه، والعنوان يقول لك الحكم على الغنوشي ب 10 ملايين باش الناس مسكنات الزواوله لما يحلوش وما يدخلوش يقراوا الاخبار وما يشوفوش وما يبتبتوش وما يتبعوش يمشي في بالهم الا السلطه القائمه قاعده تحارب في الغنوشي وتحاسب في الخوانجيه. الور كو سي با فري، معناها هنا بربي بارتاجيو الفيديو قد ما تنجموا، خلي يوصل الكلام هذا للتوانسة وخلي التوانسة تعرف، خلي التوانسة يفيقوا، راهو كذب الكل كذب في كذب، ما فماش حرب على الإخوان، لا
فما مداهنة ومهادنة ما بيناتهم، فما شونتاج ربما على الكراسي، فما صراع كبير على الكراسي وعلى الأشخاص فقط، ليس على الفكر أو على الإسلام السياسي أو على الخونجية، لا راهو دونك لهنا هو بربي بارتاجيو قد ما تنجموا. معناه سمعتوا زاد كيف كيف برشا مصايب، راهو سمعتوا رؤساء مراكز مورطين في ابتزاز رجل الأعمال مؤخرا، سمعنا برشا حاجات إلا بالحق يندى لها الجبين في تونس، يندى لها الجبين في تونس. السموم السوداء وتجارة المخدرات ماشية 10 على 10. هنا راهو قد ما نقولوا لكم بجاه ربي كي تحبوا تصلحوا، راهو باش بالحق تحدوا من المخدرات ومن ترويج السموم السوداء هذه في بلادنا. وقفوا الفانة متاع إدخال المخدرات هذه، كيفاش تدخل؟ وقفوا الفانة الأمنية، الحاضنة الأمنية، الحاضنة القانونية اللي تخرجهم في حالة سراح بعد ما يتشدوا. وقفوا الحواضن هذه اللي هي الذراع نتاعهم تجار المخدرات، ما ينجموش يدخلوا المخدرات، راهو معناها والديوانة ما في بالهاش. والنزه طبعا معظم أعضاء الديوانة ولا معظم موظفي الديوانة التونسية، لأنه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن الشواذ اللي موجودين هذوما ويسهلوا في العمليات هذه هما اللي هلكوا البلاد. دونك يلزم بالحق تحرك فعلي من الدولة التونسية. أنت كيف تراقب الأمنيين اللي عليهم شبهات وأنزه المؤسسة الأمنية؟ ديما نقول الاستثناءات موجودة، راهو نحكيو على أشخاص في كل المؤسسات، الاستثناءات موجودة، المؤسسة مقدسة والأشخاص غير مقدسون، غير مقدسون. دونك لهنا أنت كيف تسكر تضيق الخناق على عندهم شبهات، معناها من أهل المؤسسة الأمنية أم من أهل الديوانة، أم هاتوا ما عادش يدخل السموم السوداء والدروغ والمخدرات والتهريب والكونترا والشيء هذا الكله، الكلهم قاعدين، راهو فما ناس قاعدة تقبض، فما ناس عملتها خدمة. دونك تجيو للزوالي انتوما، ولو اني كونتر معناها وعملت حلقات كما قلت لكم على المخدرات ومحاربه السموم السوداء والمخدرات من كل الجوانب اتطرقت لها، من الجانب النفسي، من الجانب الامني، من الجانب القضائي، من الجانب القانوني، من كل الجوانب، واستدعيت اهل الاختصاص في بلاتوات تلفزيه مطوله واذاعيه مطوله على الموضوع هذا. معناها كي نحكي هكا يتشد اللي يستهلك ولا يتشد يبيع جونتا، ولو اني كونتر الكل مخالف للقانون، اما البارونات الكبار اللي هي قاعده تدخل في الشيء هذايا لصغارنا ولاولادنا وتخلي فيهم ينحرفوا على كل شيء، هذا هو المصيبه، هذا هو المشكل. دونك هنا نسكروا الفانات الكبار، هتتقل السموم السوداء وهالمخدرات هذيا. كيف انعدام الثقه لدى المواطن التونسي في عديد المؤسسات السياديه، خليني نقول في برشا قضايا قاعدين نشوفوا فيها يوميا. سمعت مؤخرا والله يصبح تحكي لي موضوع عن قرب، اما ما في حد شيء، معناها امراه ولدها عمره 16 عام لقى بورتابل تحفون، معناها بورتابل غالي في القاعه هزه، فهمتني، امه مشيت، معناها بارك الله فيها، مشيت عملت ديكلاراسيون ومشيت المركز وقدمته، قدمت البورتابل هذا. ايش يطلع؟ يطلع مولات البورتابل هذا في اريانا ولا وين عامله شكايه اللي هو تسرق لها البورتابل، ولاش يتفل 16 عام يتخض ويبحث واحد عاد بارك الله فيه. اذا كان باش يسرقوا باش يمشيو يقدموه ويديكلاريو عليها. دونك لهنا زاد كيف راهو فما برشا حاجات يلزمها اصلاح شامل للمنظومات هذيا، المنظومه القضائيه يلزمها معناها اليات الاصلاح واضحه وشامله. كيف راهو نحكي لكم على موضوع مش تضحكوا بركه، تنوريكم بالمؤيدات والوثائق حاجه شخصيه هذيا معناها تعديت بها، راك تمشي تشكي في تونس على انسان سبك وثلبك وشتمك واستعرف في محضر امني رسمي مكافحه وقال اني قلت عليه ومستعرف، راك تمشي للابتدائي تتحال الساعه كمتهم وانت الشاكي الوحيد، وتمشي للابتدائي ويتحكم عليك بالحبس السرسي كيف كيفه، وتمشي معناها تطعن في الحكم، وتمشي للاستئناف، في الاستئناف مؤخرا يحكموا عليك احتياليه كيف كيفه، معناها زوز مدنيين وشكايه واحده، وانت ما جبتوش وما كلمتوش وما سميتوش وما عملت حتى شيء، مشيت باش تاخذ حقك في التقاضي، فهمتني؟ تلقى روحك هذا شنو الرسائل التي تنحكي لكم عليه، هذا راهو حلقه وطاوله وكراسي، تفهموا بالحق الوضعيه الحاليه للقضاء التونسي. وانزه العديد من القضاة الشرفاء، ديما نقول راهو الاستثناءات موجوده، والعمل البشري راهو عمل فيه ناس يطغى عليهم جانب الشر وفيه ناس يطغى عليهم جوانب اخرى. دونك هنا كي ننقدوا اشخاص عندهم ملفات مش ننقدوا المؤسسه ككل. هنا راهو شيء كبير، راهو شيء يندى له الجبين. كيف مؤشر اليأس توا للتوانسة وخاصة لفئة الشباب التونسي، وخاصة للي عندهم شهيد عليا وعمرهم كامل يقراو، نص عمره يقرأ معناها بعد الباك بقداش من عام، شوفوا مؤشر اليأس، شوفوا الناس اللي قاعدة تحرق، شوفوا الناس اللي قاعدة تقتل في رواحها وتنتحر، شوفوا الناس اللي قاعدة تخدم في خدم أخرى ونهنيهم وإن شاء الله ربي يوجههم خير ويوفقهم، لأنهم متحدين استيعاب الكل، تلقاه بشهادة جامعية ويخدم سيرفور ويخدم دهان ويخدم كذا باش يوكل صغاره بالحلال وكذا. دونك شوفوا مؤشر اليأس لدى المواطن التونسي قداش ولا توا في 2022.
قد ما تكلمنا. الوظيفة العمومية راهو الإصلاح ساهل فيها، الوظيفة العمومية راجعة للتعيينات نتاع العفو التشريعي العام، راجعة كلها خرجوا معناها عن طريق مواقع رسمية وإذاعات رسمية، إلا فما شهادة جامعية مزورة بموجبها دخلوا ناس يخدموا في الوظيفة العمومية، هذاك من حقك تنحيهم. شوف قداش من 10,000 واحد نجم تنحيه من الوظيفة العمومية إلا دخل بطريقة غير قانونية، وغيره يقرأ ويكلت وبالكباس نتاعه 4 سنين و5 سنين بعد الباك ويعدي الكونكور وما ينجحش، باش ياخذ هو خاطر كان في ميل فرق وخاطر كان في التفجيرات، برا راجعوهم هذوما. هتتحلوا مشكل كبير في الوظيفة العمومية، هتتخدموا برشا أصحاب الشهائد العليا. صلبة الوظيفة العمومية، علاش؟ علاش يا رسول الله قاعدين نتفرجوا على الهم والخنار هذايا الكل ولا حد حابب يتحرك ولا منجم يتحرك، علاه؟ علاه ويكذبوا على التوانسة ويقولوا لهم قاعدين نحاربوا في الإخوانجية وقاعدين نحاربوا في الإسلام السياسي وفي تجار الدين، لا قاعدين يقويوا في تجار الدين، قاعدين يعطيوا فيهم في نفس، يضخوا لهم في الدم من جديد. يعطيو فيهم في نفس اخر. انت البحيري كي خرج السيد وزير الداخليه في الندوه الصحفيه وقال راهو مورد في كذا وكذا وكذا، انت علاش تحطه في الاقامه الجبريه؟ علاش ما تعديش تقاضيه ديريكتومون كي انت عندك شبهات توريد؟ عليه باش يخرجوا هما يقولوا ظروف لا انسانيه وخرق لحقوق الانسان والراجل باش يموت والراجل ادرى شنو؟ علاش تعطيهم الفرصة هذه الذهبية باش يطلعوا هما ضحايا وبالتالي يطلعوا أبطال والناس تعاود تسخف عليهم وفئة كبيرة تعاود تسخف عليهم؟ علاه؟ علاه كي عندك ليزاتو علاش؟ علاش هالطرق الملتوية هذه؟ علاش هالخيارات هذه اللي هي خاطئة من ساسها لراسها؟ علاه؟ دونك الشعب التونسي بالحق بلغ مؤشرا من اليأس لا يحسد عليه. هذا الموضوع الثالث. نمشيو للموضوع الرابع وهو موضوع كيف كيف باش نحكي فيه وباش نطور ربما شويه، اللي هو موضوع التطاول على الزعيم الخالد الحبيب بورقيبه. ولهنا نحب نذكر بمقوله قيلت للمتنبي نبي الشعراء كما يصفونه كما يصفه النقاد، قالوا له راه فلان يهجوك، قالوا لا عليك منه، قالوا ذاك سعلوك يريد الصعود على ظهري، بالمعنى هذا بوم مش حرفيه اما يحب يطلع على ظهري. دونك رساله الى كل الصعاليك اللي توا قاعدة تشبت في بورقيبة أو قاعدة تسب في فئة من الشعب التونسي كبيرة أو قاعدة تسب في بنات الدولة الوطنية الحديثة اللي يأكلوا في خيرها ويسبوا في الملة، هؤلاء كانوا ولا زالوا وسيظلون سعاليك ولن يقدروا على المس ولو شعرة من الزعيم الراحل في بورقيبة ومن تاريخه ومن بصمته ومن نضالاته هو ورجال الدولة الوطنية. وهنا جايين توا باش نعطيو مؤشرات، بعض المؤشرات دونك للانجازات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه اللي ما فماش شكون نحكي عليها في الاعلام قدي وحلقاتي موثقه وعملت ارشيف كامل للزعيم الحبيب بورقيبه الا مش موجود على مواقع التواصل ولا مش موجود على الاذاعات وحلقات لم تبث على التلفازات، كلها موجوده عندي. ادخلوا لقناتي على اليوتيوب او ارجعوا للفيديوهات القديمه على البروفيلي في الفيسبوك او على الصفحه متاعي على الفيسبوك تلقاو كل شيء. الزعيم الحبيب بورقيبه اللي توا الناس تاكل الغله وتسب المله كما قلت، قبل في وقته هو، في وقته هو تونس كانت تحتل المرتبه الاولى على مستوى الكاليتي نتاع التعليم والكاليتي نتاع الصحه، وهذا الناس الكل تعرفوا داير، والكاليتي نتاع حقوق المراه ومجله الاحوال الشخصيه الى اخره. اما خليني نحكي على مؤشر مهم جدا اللي كان يصنف تونس في المرتبه الاولى في العالم العربي، اللي هي دولة متقدمة على المستوى الصحي، اللي هو لو تو دو مورتاليتي انفانتيل، اللي هو بالعربي مؤشر الوفيات عند الأطفال أو عند الرضع. المؤشر هذا الذي كان يقاس به تخلف الشعوب. لأنه إذا كان المؤشر هذا كان مرتفع، معناها منظومة صحية مترهلة أو ما فماش منظومة صحية وما فماش سياسة صحية جملة، معناها بالتالي بلاد متخلفة. دونك احنا لو تو دو مورتاليتي انفانتيل اللي كان في اللي كانت تحتله تونس اللي هو أقل مؤشر في العالم العربي، اللي بالتالي صنف تونس أول دولة على مستوى السياسة الصحية الناجعة، أول دولة على مستوى التلقيح، على مستوى القضاء على العديد من الأوبئة يلي تاكلوا الغلة وتسبوا في الملة، يلي كنتوا تجرشوا في القمل، يلي كنتوا كذا، هذا الكل راهو بفضل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ونظرته الاستشرافية واستثماره في الدولة التونسية وفي شعبه وفي قوت شعبه وفي صحة شعبه وفي تعليم شعبه، اللي عمل تعليم مجاني للعموم، اللي عمل تلقيح مجانية في المدارس، يا نكارة الجميل يلي ما تحشموش، اللي عمل هذا الكله، اللي عمل مجلة الأحوال الشخصية
وخلى المرأة ما عادش أنت طالق ثم طالق ثم طالق وتشد دربوها وهك المشاكل العائلية ذيك كلها، وكانت معناها سوميز للمرأة التونسية وكما المرأة العربية بصفة عامة، إلا لتوا الدول ما خلطتش تعمل ربع مجلة الأحوال الشخصية الدول العربية. دونك تنكروا هذا الكل، تنكروا إلا الهوية التونسية ليدونتيتي تونيزيان خلقها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه، تنكروا الا مجلس النواب تسميوه في توا مجلس نواب وسموه مجلس تاسيسي كان اسمه مجلس الامه، بورقيبه كان يحكي على الامه التونسيه، تنكروا خياراته وتنكروا معناها منجزاته وتنكروا سياساته الاستشرافيه الا لتو كما جاتش هي سياسات دوله الاستقلال، رانا توا بعدها صار في 2011 رانا توا تحت الرماد تحت التراب، تنكروه يا نكارة جميل يا قلالة الأصل، ولا استثني احدا راهو الا الطاول على الزعيم بورقيبه يستاهل الكلام هذا، لا استثني اي بشر مهما كان موقعه ومهما كانت سيفته. دونك لا ينكر الجميل هذا ويجينا يمد وجهه في 6 افريل في ذكرى وفاه الزعيم باش يعمل طرح سياسه، نذكروا بعدنا 6 افريل هذيا كان مازال حد من الناس اللي تسب بورقيبه يجي المسير لهنا لروضه ال بورقيبه وتتعدلوا بالساهل، تنذكروا بعدنا من غير ما نتكلم اكثر من هكا. دونك يبقى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه شوكة في حلق كل من لا يريد الخير لتونس، كل من يريد أن يقبر التاريخ التونسي، أن يطمس التاريخ التونسي، أن يزيف التاريخ التونسي، إلا ما ينجموش يزيفوه، لأنه مطبوع وراسخ، مازالوا ما ماتوش كبار الحومة، ومازال عندنا التاريخ، ومازال عندنا المعطيات الكافية، إلا باش نجموا نروجوها للناس ونبثوها للأجيال القادمة والبعد القادمة بقدرة ربي ونورثوها أجيال وراء أجيال. دونك حتى حد حاولت بن سدرين العميلة وما نجمتش ما قدرتش، حاول الزقزوق المرزوقي الطرطور وما نجمش، حاولوا الخونة الكلهم حاولوا انهم يشوهوا صورة الزعيم بورقيبة ويطمسوا ويدلسوا تاريخ تونس لكنهم لم يقدروا على ذلك، لانه احنا موجودين البذرة البورقيبية يسمونا ايتام بورقيبة ونتشرف ونفتخر، برشا يحطوا تعليقات ايتام بورقيبة وايتام بن علي، نفتخر ببورقيبة ونفتخر ببن علي رغم النقائص رغم السلبيات رغم كل ما في ذلك ما في تلك الفترة، معناها من تقييم معناها موضوعي فيه بيلون بوزيتيف وبيلون نيجاتيف احنا متبنينه، وانا شخصيا افتخر بالنظامين وافتخر بنضالات الزعيم بورقيبة وافتخر بالدولة الوطنية حتى 2010 بأخطائها بإيجابياتها بسلبياتها. دونك هذه رسالة يظهر لي وصلت للناس هذوما، ونحب كيف كيف نعلق في الاخر موضوع اخر. دونك شفت بيان او بلاغ هبطته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية يحكي على الخميس الاسود ويحكي على مكالمة هاتفية تليفونية بين جماعة رئيس الجمهورية طبعا بنور الدين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، باش نركز فقط على الفقرة الاخيرة من البلاغ هذا اكيد وانكم ريتوه لانه فما بعض الشرفاء اللي تكلموا عليه ونقدوه، هذيك صفحة رسمية متاع رئاسة الجمهورية. دونك باش نأكد على وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس لا تنسى شهدائها ومن حق الشعب التونسي أن يعرف الحقائق كلها ولو بعد عقود، بالرغم من أن البعض ما زال يهزه الحنين إلى تلك الأيام الحالكة ويعتبرها ناصعة بالرغم من كذا وكذا وكذا. الأيام الحالكة يحكي على أيام الدولة الوطنية وأيام الحكم البرجيبي وأيام تونس كانت عندها سيادة وكانت درة الأوطان وكانت درة بين الأمم. أي نعم، نحن نحن للفترة هذيك، نحن لتونس القديمة، نحن والشعب التونسي معظمه يكذبوا عليك كان يقولوا لك لا، معظم الشعب التونسي يتوق إلى الفترة القديمة، يتوق إلى الأمن والأمان، يتوق إلى الـ20,000 يهبط بها لسوق السبتي يعبي القفة متاعه، يتوق أنه يقدر يقري صغاره، يتوق أنه ما يبداش يجري ويشفق ما يلحق ويخدم في الدوزيام فونكسيون وتروازيام فونكسيون وكاتريام فونكسيون وماهوش ملحق يقري صغار ليتود لصغار وماهوش ملحق حتى شيء، يتوق لك السياسات الرشيدة والحكيمة متاع الدولة، كنتوش تسمعوا بالاستثراء الفاحش متاع ليتود متاع صغيرات، كنتوش تسمعوا بالهم اللي قاعدين نشوفوا فيه تو، كنتوش تسمعوا بدراغ ومخدرات، مع العلم انه فما دول العظمى انذاك وقت الزعيم بورقيبه تعاني في افه المخدرات في المدارس وفي الكوليج نتاعها، ما كناش نسمعوا به سمع الشيء هذا وقت بورقيبه، وقت الشيء هذا بدا في التسعينات صحيح بنسبه معناتها قليله، وبعد 2011 الشعب كله مزطل، تو تطورنا ولات الهيروين عاديه، ما عادش الهيروين ولات حاجه عاديه، كانك تشري في باكو ليجير ولا تشري في باكو مارس، معناها سي با نورمال،
دونك الشعب التونسي يتوق للوقت هذاك، اي نعم يتوق للوقت هذاك، وهنا نقولها علنا وصراحة، الشعب التونسي يتوق الى تلك الفترة الذهبية من تاريخ تونس، ولا انت ولا سواك ولا اي بشر في تونس ايا كانت سيفته قادر على طمس التاريخ، ولا قادر انه يلعب الدور كل لعبته لعبوه القذرين متاع 2011 و2012 اللي هو الصراع اليوسفي البرجيبي، قلناه لكم قبل، ما تنجموش، الزوز زعماء دستوريين ويا داخل بين الظفر واللحم يا خارج، تعرفوه المثل بين تونة حاشا من يسمع، دونك اللي باش يدخل في وسط العائله هذيا والصراعات هذيا زوز كانوا تساتره، ولا باش يدخل توا يحاول انه يقلب الاتحاد العام التونسي للشغل على الحزب الدستوري، والا يقلب الحزب الدستوري على الاتحاد العام التونسي للشغل، لن يقدر على ذلك، لانه ديما نذكركم بالتاريخ في كل ما حتى نذكركم به، راهو الزعيم النقابي فرحات حشاد ترأس الديوان السياسي للحزب الدستوري. دونك ما فماش خلاف بين التساترة ونقابي الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسي الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمة الشغيلة. دونك حاولوا لا تيأسوا، ما كومش باش تنجموا، فهمتوا ولا؟ دونك هذا اش حبيت نقول اليوم، ما نطولش عليكم، يظهرلي طولت برشا لأنه بعد غياب، فقط حبيت نترحم مرة أخرى على صديقي محسن العديلي، إلا تنساتوا توا وسائل الإعلام توا أيامات، حتى حد ما عاد يحكي عليه، باش نحاول كل مناسبة نطلع فيها نحاول نذكر التوانسة بقضية محسن العديلي اللي هي تعرفوها الناس الكل، وإن شاء الله يا رب ياخو حقه وعائلته تاخذ حق هذا الابن البار لتونس وللمؤسسة الأمنية محسن العديلي، اللي كان ضحية الإخوان، اللي كان ضحية الإرهاب، اللي كان ضحية قول كلمة الحق، اللي كان ضحية للوطنية الصارخة اللي كانت تجري في عروقه وتجري في دمه. الله يرحمك مرة أخرى محسن العديلي، وتحياتي ونهاية أسبوع موفقة لكم الناس كل، وغدوة إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، ومدام رجع البث المباشر باش تلقاونا مع بعضنا إن شاء الله كل نهارين ثلاثة نطلعوا في بث مباشر أو كل ما يقتضي الأمر أن نطلعوا لكم، رانا باش نطلعوا على المباشر. باي باي، تصبحوا على خير.